على الرغم من صغر حجم كلمة الصداقة إلا أن معناها أعمق بكثير. كيف يمكننا استخراج العديد من الكلمات الرائعة من هذه الكلمة الضئيلة؟ فالصداقة هي أجمل شيء في الكون، كله لا أساس ولا معنى للحياة إلا بوجودها، كما أننا يمكننا اعتبار الصداقة ما هي إلا صفقة تجارية تكون بين شخصين لديهما تفاهم وإحساس عالي بالمحبة والتعاون والصدق والإخلاص. في هذه اللقطة جسدت معاني الصداقة تهنئة نيمار لزميله وصديقه ميسي الفوز في بطولة كوبا أمريكا. فالتنافس بالملعب لا يعني انتهاء الصداقة، فكل منهما له واجب وطني عليه أن يتحمله. ورغم ذلك إلا أن الصداقة أعلى بكثير وأعمق بكثير من كلمة تنافس. سلام.